مع عادل ان احنا معانا اختها الجميله حنان عادل على التليفون. يا مساء الورد عليك يا حنان، وكل سنه وانت طيبه وبخير. مساء الفل عليكم، وانتم طيبين وبخير جميعا يا رب. عامله ايه يا حنان واخبار العيد معاكي ايه؟ الحمد لله كويس، الحمد كله لله تمام الحمد لله. طب احنا عرفنا ان انت بتغني برضو، وانا ما سمعتش صوتك قبل كده، ممكن اسمع حاجه؟ اوه والله ايه، اكيد مش هنا، اجي لك نغني مع بعض احسن، بس عشان تليفون هتلاقي الموضوع مختلف شويه، بعدين انا مش بغني غنى يعني. لا ما شاء الله عليك بتغني، وبعدين حلاوه بقى ان هي صوتها غيري خالص، هي انا شايفه ان في صوت ناعم وطبقه تانية خالص جدا. ايوه صوت ناعم حتى جدا، حتى الخامه قوي. حنان انتي من عيلة فنية يعني، كلكم ما شاء الله عليكم. وقولي لي بقى بتعملوا ايه، بتعملي ايه مع فاطمة وبتعملي ايه مع محمد ومع ماما وفي كل الجو الفني الجميل ده؟ والله ما فيش حاجة معينة يعني، مش هتلاقي طقوس فاهمة بنعملها معينة، بس احنا هي طبيعة كلنا من بدري، بابا وماما وفاطمه ومحمد، انا طلعت لقيتهم عشان انا اخر حد. انتي الصغنونه اخر العنقود. فاهمه، فانا بالتالي بتدخلي كده بتسرسبي جوه الموضوع ولا اي حاجه. بيتنا كان كله قعدات فيها غنى، فيها شعر، فيها حاجات كتير، ناس كتير بتمثل دايما احنا في المسرح، فكانت هي دي الحياه من واحنا اطفال يعني. بس حبيتي الغنى اكتر ولا حبيتي التمثيل اكتر؟ لا انا الاساس ان انا طبعا حبيت التمثيل يعني، انا ممثله بادي. حنان خريجه بعد موسيقى عربيه، دخلت وخلصت معهد فنون مسرحيه. فنون مسرحيه. حلو فيكم ان انتوا يا جماعه يعني يعني ما شاء الله ما شاء الله وبتدرسوا كمان الحاجه اللي انتوا بتعملوها، مش بس مجرد موهبه داخله بغني وصوتي حلو او بمثل. لان كلهم في الوسط وفي الفيلد وتمام، لا بتحبوا تدرسوا الحاجه يعني اللي انتوا داخلين تعملوها. يعني حنان دخلت وهي عامله مسلسلات وكان اسمها معروف، واخر حاجه كانت عاملاها توبه، مسلسل توب. فحنان كانت عامله اوريدي ادوار من وهي صغيره، بقى كمان عامله فيديو، ومع ذلك قررت تدخل تدرس. حنان لازم تكلمنا عن دورها في مسلسل توبه طبعا، يعني كان مسلسل كسر الدنيا ونجح نجاح كبير. كلمينا كده عن اشتراكك في العمل الكبير ده. الحمد لله، هي كانت تجربه كانت جميله جدا بكل اللي فيها، طبعا مع النجم عمرو سعد ونجم صبا مبارك وناس كتير يعني، فاتبسطت بالدور. وطبعا القمر اسماء ابو اليزيد كنت طالع اختها، فكانت التجربه كلها الحقيقه لذيذه، والحمد لله ان المسلسل كان عامل رد فعل حلو قوي. طب اخيرا بقى كده قولي لنا حاجه عن فاطمه احنا ما نعرفوش. سر. سر. والله ما فيش اسرار خالص، احنا بنحب كده في العيد نمشي كل اسرار ضيوفنا. بصي لا والله مش حاجه، بس هقول لك على حاجه. فاطمة ممكن بجد والله، عشان طبعا هيبان ان هي اختي بقى ومين يشهد العروسة والكلام ده، بس فعلا فاطمة شخص ممكن اتيتيوده من بره يبان بطريقة عكس تماما اللي هي حسينا كده. والله حنان من اول احنا اختبرنا ده لايف، احنا اختبرناه وعشناه الحقيقه. يا ابو اغلى بكتير بجد يعني، ممكن الناس من بره مش عارفاها شخصيا، مش كل الناس عارفاها ومعاشراها وعارفه تفاصيلها. فاطمه يعني طفله زياده عن اللزوم بجد يعني. على فكره دايما اللي بيبقوا كده دايما اقول لها لا انا شبيه، انا غيرك. لا هي بقولها يا حنان طيب. ان اصحابك واصحاب محمد كانوا بيجوا البيت فبيخافوا مني. طب قولي قالوا كده، هي بتدي اتيتيود كده، او الناس بتاخد الانطباع ده ان هي شخصيه انا جد شويه دي حاجه قوي. في شغلك بتبقي جد، بس والله دايما الناس اللي بيبقوا كده بيبقوا جواهم اطفال زي ما هي بتقول. قولي قالوا كده، قولي قالوا، عاوزين نقول قالوا تاني كده مع قالوا بتاعت حنان. انت قولي قالوا.